طالب عدل الأول الذي بأن الرسالة باقية لا تموت بموت أصحابها ولا بخروج أحد، وأن الفقيدة رحمه الله قد أسست مع أخواتها وبناتها صرحا شامخا لا يهتز لوفاة أحد أو خروج أحد، فقد عمل الجميع بيد واحدة متمثلين المقولة التي أطلقناها يوم وفاتها رحمها الله: كنت لنا العين التي أبصرنا بها فجر الأمل، وسنكون يدك التي تكمل العمل. وفعلا بفضل الله سبحانه وتعالى والخيرين من أمثالكم والذين كانوا تلك اليد، استطعنا أن ننجز الكثير وأن نحافظ على هذا العمل الكبير. لا أدري من أين أبدأ ولا ماذا أقول، وكلما رتبت فكرة أو كلمة أعتقد أنها مناسبة في مثل هذه الذكرى، ولكني لا أجد الكلمات ولا المعاني تفي حق هذه الأخت الطاهرة التي رحلت عنا في العام الماضي. وعزائي في ذلك أننا دائما نحاول أن نستلهم منها كل أفكارها وكل أهدافها وكل ما كانت تفكر فيه، وهو العطاء والعطاء والعطاء. لم تكن تبحث عن شيء يخصها أو لتحقق ذاتها، وإنما كانت تبحث عن تحقيق الأشياء التي تسعد بها الآخرين وتخفف من آلامهم، وتسعى من أجل شيء وطني على أعلى المستويات لم يستطع أن يحققه كثيرون ممن أتيحت لهم الفرصة. أخواني الحاضرين جميعا، أخواتي الحاضرات، عندما أتذكر أختي الفاضلة فاطمة العاقل أحس بفخر
فأنا كنت رئيس جمعية المكفوفين لمدة 5 سنوات، وجمعني بها سفريات ومشاركات خارجية، كنا نمثل الوطن في هذه المشاركات، كنا أعضاء في الاتحاد العالمي للمكفوفين والاتحاد الآسيوي للمكفوفين. كانت الأستاذة فاطمة تلقى كل احترام وتقدير من جميع الوفود التي تحضر. إن الأستاذة فاطمة هامة. الأستاذة فاطمة العاقل كانت لنا نورا، الذي كتب الأنشودة له مني كل تقدير، هي لنا النور، هي نور عيوننا. للأمانة أنا كفيف، وأعتقد أن الأستاذة فاطمة استفدنا منها كامل. جميعنا في جمعية المكفوفين كانت الأستاذة فاطمة هي رئيسة الجمعية اليمنية للرعاية وتأهيل المكفوفين قبلي، وقبل هي كانت الرئيس الثاني لجمعية المكفوفين، ولها بصمات في جميع محافظات الجمهورية. أغبط الأستاذة فاطمة أن كل من ذكرها رحم عليها، وأسأل الله تعالى أن تكون في الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في مثل هذه المواقف الواحد يتأمل العبر والحكمة من سبحان الله وجود شخصية مثل شخصية فاطمة في هذه الدنيا، فكأن الله عز وجل اصطفاها وجعل عمرها مش طويل وإنما إنجازها كبير. فالبركة في العمر هي سبحان الله يعني لها دور كبير في الحياة هذه. قد يطول عمر الإنسان لكن ما ينجز شيء، وقد يكون عمره قصير وينجز أشياء كثير ما أنجزهاش إنسان في عشرات بل مئات السنين. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه شخصيتها يعني سبحان الله دائما الأهل هم اللي يعرفوا عيوب الشخص وقصوره وصفاته السيئة، لكن إحنا بشهادة الأهل كلهم يشهدوا لفاطمة بحسن الخلق والتعامل وبصدر رحب وحل مشاكل الناس حتى أقرب الناس لها. فهذا نتعلم منه أن إحنا نعطي مثل ما هي أعطت في حياتها الكثير، فأتمنى أنه نتعلم منها ونستمر على منهجها وعلى ما كانت عليه. أولا ندعو للأخت فاطمة أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويجمعنا بها إن شاء الله بإذن الله في الفردوس الأعلى. ثانيا نقول أنه بداية عام جديد 2013 إن شاء الله بإذن الله تكون هذا دافع كبير لنا للمضي قدما، ونحذو حذو الأستاذة فاطمة رحمها الله، وتكون لنا دائما القدوة، العين التي نرى بها، تكون لنا دائما الهمة العزيمة التي إذا فترنا بإذن الله نلتمسها من ذكرى وفاة الأخت فاطمة العاقل رحمها الله. اليوم حضرنا ذكرى السنوية لأختنا الفقيدة الأستاذة فاطمة العاقل، التي يكن لها كل شخص ذا إعاقة، ولا أقول كفيف بل كل شخص ذا إعاقة كل احترام وتقدير، والجميع فقدوا أختنا الفاضلة الأستاذة فاطمة العاقل. إن كان فقدنا جسد الأستاذة فاطمة فأن روحها ما زال باقي بيننا. إن منجزات الأخت فاطمة العاقل كثيرة جدا، ويجب على كل معاق أن يحتذي حذو ما قامت به أختنا العزيزة فاطمة العاقل. حفل هذا الحفل أعتبره حفل الوفاء من أخواتي ورفيقات درب العمل الاجتماعي الأخوات في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، فشكرا لهن، شكرا كثيرا لهن. من أعجب ما كان يطرح ضد فقيدنا في الانتخابات الرئاسية قولهم هو كبير في السن، ألم تختاروا إلا رجل قد ابيض شعره؟ وكأن المخلوع حينها كان ابن 18 سنة. ولذلك أتذكر في ذلك الوقت قصيدة أسميتها القصيدة الشملانية، أفتتح بثلاثة أبيات منها هذه القصيدة:
قلت فيها: كما توحد في 90 شملانا وحدتنا اليوم روحا يا ابن شملانا، وجه رضي وكف أبيض وفم بالحق ينطق لا زورا وبهتانا، يا أبيض الشعر يا أبيض الشعر لون الشعر قال لنا الحق لون وحيد ليس ألوان. ضمير الملايين، بعثت الكرامة يا فيصل كأنك منشئها الأول، وأعطيتنا في المعالي مثالا بليغا وعريت من مثلوا، وعلمت كل ضعيف الإرادة ماذا يقول وما يفعل، أتيت وحاضرنا غارق بماضيه فاخضر مستقبل بكف نظيف وعرض شريف وقلب عفيف بلغت العلو. لك الله، لك الله من قائد لا يلين ولا يستكين ولا يجفل، يقود يسود يذود يجود، فليس يخاف ولا يبخل، يحب البلاد ويهوى العباد ويجف الفساد ويستبسل رئيس، ومن ذا يكون الرئيس سوى من نريد ومن نقبل. من هو فيصل بن شملان؟ عندما كان في مؤسسات إيرادية وفي مؤسسات يدير مؤسسات كبيرة، ومن ضمنها آخر منصب له كان وزيرا للنفط، عندما قدم استقالته، وكان شيء غريب جدا أن يقدم وزير استقالته في ذلك الزمان، كان الوصول إلى الوزارة هو مغنم وحلم لكثير من العابثين، لكن فيصل بن شملان غير هذه النظرة وقال: لا يزال في هذا الوطن من الشرفاء من يحبون الله هذا الوطن أكثر من حبهم لأنفسهم ولمصالحهم الذاتية. قدم استقالته ووضع السيارة التي صرفت له، حتى الأقلام الرصاص وضعها في المكتب، أعادها مرة أخرى. فيصل بن شملان الرجل النظيف النزيه الذي عندما مرض لم يجد قيمة العلاج في الخارج، وكان يعيش على مرتب بسيط كأي إنسان بسيط وعادي، بينما كان شخص في مستوى ومرشح لأكبر تكتل أو لأحزاب المعارضة بأجمعها التي أجمعت كل أحزاب المعارضة والمستقلين والنشطاء.